مثلة الكتب الوسيلة لنقل المعلومات، إلى أن دخل علينا بعد جديد عبر حاسة السمع، الراديو. كان أقصى ما توقعه البشر أن يصلوه في التواصل، وبعدها دخل التلفاز من حاسة البصر. دخلت بعدها الألوان ليكون أعلى ما نتوقعه هو الإبداع في الإخراج والمؤثرات الصوتية. هل هذا هو أقصى ما توصل إليه العلم في توصيل الإحساس؟ أكيد الجواب لا. أكيد الجواب لا. في أحد فيكم حضر فيلم 3D؟ بسم الله. في أحد فيكم حضر فيلم 3D؟ ودخل داخل الفيلم؟ طب في أحد حضر فيلم 3D؟ هو هنا الجهة ولا إيش؟ طيب. شكرا منك يا سعود. في أحد حضر فيلم 3D؟ ودخل في غابة؟ وفجأة طلع له الثعبان من الفيلم؟ وبخ عليه شيء، مشى وركب طارق وبدأت السينما تبخ عليه من الهواء ومن الرياح. شايفين كيف؟ ما في أي حد للأبعاد لإحساس الإنسان، ما في أي حد يحدنا. إحنا قاعدين نتطور وإن شاء الله قاعدين نستمر في التطور. وقاعدين نستمر في التطور هذا في تعميق الإحساس. عمق إحساسك هي تقنيات، 10 تقنيات، كل تقنية منهم مركزة في حرف، والحروف هذه كلها تكون كلمة عمق إحساسك. في الصورة هذه نشوف النشاط، عفوا، في الصورة هذه نشوف البراءة، نشوف الطفولة، لكن إذا كبرنا الصورة أكثر فإحنا بنشوف النشاط وبنشوف الحيوية، لكن إذا شفنا الصورة من نظرة بعيدة إيش بنشوف؟ التقنية الأولى راح نشوف التحدي. ممتاز. التقنية الأولى عمق إحساسك بالعموم، عمق إحساسك بالعموم. العموم بأن الصورة الكاملة لا تضيعك عن مشاهدة التفاصيل الرائعة اللي داخل الصورة. فكرة ثانية، والدي الله يحفظه ويجزاه خير أعطاني غرفة في المكتب حقه. قلت الغرفة هذه أحتاج أنها تلهمني وتحفزني للعمل للحياة، فبدأت أفكر وأقرأ في العمارة الإسلامية. لقيت ان الغرفة الملهمة بزخارفها، بالنافورة حقتها، بالإضاءة كيف تدخل، اسمها الدرقاع. الدرقاعة. فالتقنية الثانية هي ان تضيف مسمى، وفي الأخير تكونت الدرقاعة. طبعا شكرا لعبد الرحمن صندوقجي قاعد الحين، هو مخرج الفيلم، والخطاط احمد جداوي. يقول في كتاب أشيائي الدكتور علي أبو الحسن وصديقي عبد الرحمن قرشي، وأول العبقرية تآلف، من روائع الأديب العقاد في كتابه عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم إلى تحليل علاقته بالأشياء، وذلك من خلال قوله شمل عطفه صلى الله عليه وسلم الأحياء والجماد، كأنه من الأحياء، فكان له سيف محلى يسمى ذا الفقار، وكان له درع موشحة بنحاس تسمى ذات الفضول، وكان له سرج يسمى الداجي، وكانت له مرآة تسمى المدلة، إلى آخره. فرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا كان يتآلف مع الأشياء. فالتقنية الثانية أنه الواحد يسمي الأشياء الخاصة فيه. دائما نقرأ القرآن الكريم، وكل أسبوع نمر على سورة الكهف، وفي رمضان نختم المصحف، لكن هل وقفنا عند آية من الآيات واستشعرنا معناها؟
هل وقفنا عند آية من الآيات واستغلينا ملكة الخيال في أن نحن نفهم إيش الصورة هذه؟ أنا عندي تعليق على الفيديو اللي بعرض لكم إياه الحين، لكن خليه بعد ما أعرضه إن شاء الله. التقنية الثالثة هي أن تكون مشهد. Excuse me, the video please. بني إسرائيل متوجهين إلى البحر، يلحقوهم من حولهم فرعون وجنوده. طبعا احنا عندنا اعتراض على تمثيل الأنبياء، لكن هم سبقونا في أنهم جسدوا ورونا صورة رائعة لمعجزة من معجزات الله. هل تفكرنا في هالمعجزة بالصورة هذه اللي هم بيورونا إياها؟ البحر بالكائنات اللي فيه، بالاستقرار اللي فيه، ثابت على أصله. سيدنا موسى مسك العصا وضرب فيها على البحر، البحر بدأ ينشق. طب إيش صار في المرجان اللي تحت؟ إيش صار في الأسماك؟ كيف عرفت طريقها؟ طب خلينا نفرض إنه البحر انشق نصين، طب الناس بيمشوا في طين؟ يا ناس سبحان الله، لازم نفكر، يعني نبدي التساؤلات، لأن المعجزة معجزة لازم نفهمها على كلمة معجزة. تخيلوا بحر عمقه 30-40 متر كيف ينشق؟ تخيلوا الصورة الكاملة، كيف بني إسرائيل قاعدين يشوفوا المعجزة هذه أمامهم. هتدخلوا في البحر هذا ولا ما هتدخلوا؟ التقنية الرابعة هي القراءة. وأول عبادة أمرنا فيها هي عبادة اقرأ. اقرأ هي التعلم، سواء من كتب، أفلام وثائقية، أفلام صوتية، أو كتب صوتية عفوا، هي كلها وسائل للقراءة. فكلما قرأنا أكثر وأدركنا أكثر وفهمنا أكثر، نظرنا للأشياء بنظرة جمالية أعمق. ايش تشوف من هالصورة؟ بداية كم واحد منكم عنده رخصة بادي ويغوص؟ 1 2 3 4 5 6 7 ما شاء الله، يعني في عدد. لكن اكيد كلكم شفتوا افلام وثائقية تعرض لكم صور زي هذه في البحر. الصورة هذه مو قاعدة توصل معنى مختلف شوي؟ هل اقصى احساس نقدر نوصله في الصورة هذه، هل أقصى إحساس نقدر نوصله في الصورة هذه بإبداع الألوان، ولا عمق البحر، ولا رهبة البحر، ولا سبحان الله كيف الخالق فرق بين المخلوقات هذه كلها اللي تتصنف من عائلة واحدة؟ بس خلينا نروح البعد الثاني من الاستشعار وتعميق الإحساس، اللي هو استشعر اسم من أسماء الله الحسنى في الصورة اللي تشوفوها. إحنا ما نشوف اسم الله الخلاق لما نشوف سمك كلهم من عائلة واحدة ويختلفوا بأشكالهم بألوانهم. ما نشوف الواسع سبحانه وتعالى في البحر الواسع، ما نشوف العليم الحفيظ في البحر الواسع. ولما نذكر قصة سيدنا يونس عليه السلام، فكل هذه أبعاد تقدر تعطينا تعميق أكثر في الإحساس. في يوم من الأيام كنت قاعد أمشي في الجامعة، كان في زاوية
حق المبنى، كان فيها خرسانة كذا على جنب، حركتها من مكانها وفجأة طلعوا عشرات النمل. فوقفت كذا، كنت قاعد أكلم تليفون ووقفت وسرحت من اللي كنت قاعد أكلم تليفون، وقاعد أفكر إيش كان شعور النملة لما أنا سويت الحركة هذه. طب إيش كان شعور النملة قبلها وأنا قاعد أقرب منها؟ الصوت قاعد يجيها من تحت ومن كل الجوانب بخوف وبرهبة، وبعدين بأبسط صورة يحرك الحجرة زي كذا، وبيتها وقبيلتها وعائلتها كلها يعني تتشرد من مكان. حط نفسك في حالة الشيء اللي في الطرف الآخر، فالاستشعار يكون بالحال. كلنا طبعا شفنا بيتز لايف، صح؟ في أحد ما شافه؟ ما فرقت نظرتكم للحشرات بعد ما شفت الفيلم هذا؟ طب ما فرقت نظرتكم لما شفتوا هاني اي شرانكت ماي كيدز وكيف ان الاطفال قاعدين يشوفوا الاشياء الصغيره كبيره؟ الحين احنا لما صرنا نشوف العنكبوت صرنا نتذكر هاني اي شرانكت ماي كيدز ونشوف العنكبوت، ما صار بس العنكبوت. روح لتقنيه جديده. كلنا شفنا برج الفيصليه. ايش شعورنا تجاه برج الفيصليه؟ وطنيه. هو معلم من معالم المملكه العربيه السعوديه، الوانه يعني ملهمه وجذابه بالليل مع اللون البنفسجي. هل هذا اقصى شعور؟ التقنيه الجايه تقول لك ابحث عن سبب الاشياء. طب ايش سبب انهم سووا برج الفيصليه بالشكل هذا؟ جاء لورد نورمان فوستر المعماري الكبير بعد ما عينوه في الرياض انه يصمم لهم برج الفيصليه، وقال لهم انا ابغاكم تاخذوني جوله في تراث نجد، لاني انا بصمم شيء من نجد وابي اترك لكم شيء من هويتكم انتم. فاخذ معاهم الجوله هذه، وصلوا لدومه الجندل. في مسجد هناك اسمه مسجد عمر بن الخطاب. توقعوا كيف شكله؟ الحين ما بتفرق نظرتكم لبرج الفيصلية، ما بتحسوا بانتماء لبرج الفيصلية. أبي أسمع إجابات. حلنا أدوات كثيرة. الأدوات هذه تختلف من شخص لشخص. خلينا ناخذ على سبيل المثال القلم. القلم هو أداة للكتابة، لكن خليني أعمق الإحساس أكثر. القلم ممكن أحطه في رسالة حياتي. كمعماري القلم يشكل أداة التمكين. الخطاط القلم أو البوص يكون أداة تمكين. الحذاء الرياضي يكون أداة تمكين عند اللاعب الرياضي. فقيمة الشيء تختلف لما تحطه في مجال حياتك أو تحطه في رسالتك للحياة. نظرتك لهالشيء بيختلف. عادة لما نشوف يعني قلم مرمي في الأرض يعني ممكن نرفعه عن الأرض بسبب أنه يعني الشيء هذا قدير عندي أو له قيمة عندي. فعمق إحساسك هو اختصاص. طبعا أمامنا صورة الخطاط ما شاء الله الكبير، والد عيسى الكباسي، جمال الكباسي، الخطاط جمال الكباسي. إذا نبي نعمق شعورنا تجاه أي شيء، خلينا نتخيل أن احنا بنوصفه لرجل كفيف. إيش بنقول؟ نبدأ بنوصف هو إيش الفائدة منه؟ كيف شكله؟ كيف لونه؟ فممكن نعمق الإحساس عن طريق السبر، وهو استخراج
الأشياء أو معاني الأشياء وكأنه الواحد يشوفها لأول مرة. إيش نشوف اللوحة هذه؟ نشوف لوحة جميلة فيها درجات الألوان كلها، لوحة من الطبيعة، ما هي فوتوشوب ترى باي ذا وي. خلينا نشيل عنصر أساسي من الصورة هذه، خلينا نشيل الشمس. هل هذه هي الصورة اللي بنحصل عليها؟ في الحقيقة الصورة اللي بنحصل عليها هي هذه، سواد مظلم. الشمس اختفت فما في تغيرات في درجة حرارة الأرض، فما في اختلاف في الضغط، فما في رياح. شايفين كيف الأشياء قاعدة تفتح أفاق وتخلي الواحد يستشعر قيمة الشيء اللي أمامنا، اللي ممكن بس كذا وإحنا مارين بالسيارة نشوف الشمس وخلاص ونكمل حياتنا. ترى الحياة محاطة باللذة ومحاطة بالأشياء الجمالية، لكن كيف أن الواحد يشوفها وكيف الواحد يسخرها في حياته؟ فعمق إحساسك بطريقة كون من العدم. أنا كونت فكرة وكونت إحساس من العدم. أنا افترضت أن احنا عدمنا الشمس فتكونت عندي هذه المشاعر. وفي الختام أحب أشكر كل من ساعدني في هذا العرض. أحب أشكر والدي والدتي، وأشكر الشيخ علي أبو الحسن، أشكر حاتم، وأشكر صديقي وخليلي وائل العثمان. وأحب أشكر شكر خاص لرفيق دربي أحمد جداوي اللي بيعرض لكم إن شاء الله بعد شوي. وشكراً.